قدرت تشتري هالأغراض كلها والأسعار غالية. كل هذه منتجات عمانية وجودتها لا تقل عن المنتجات الأخرى. بصراحة ما كنت أعرف، على بالي إنها غالية وجودتها أقل عن المنتجات الثانية. طبعاً هذا غلط، والدليل إني قدرت أخذ كل اللي أريده بأقل الأسعار. شكراً لأنك نبهتيني، الحين بروح أغير هالأغراض، ومن اليوم ورايح راح أعطي أولوية لشراء المنتجات العمانية.